يلا فقرة شيء للمطبخ. اليوم طلبت أشياء للمطبخ مرة تجنن ومتحمسة إني أوريكم. هي أكثر شيء كنت متحمسة له لاقي عليه مدح كثير. شوفوا هذا للطبخ خيالي مرة، لأنه أنا عندي في الدولاب أشياء كثير وألوان كثير، فالآن راح أرميها وراح أكتفي بهذه. طلبت آلة وافل الكل يمدحها، بس الفيش حقها ما أعرف إذا هو كويس أو لا، حق شخص واحد لأنه اللي عندي كبيرة، فمرة راح تفيدني. شوفوا الحجم يا بنات يجنن، ما توقعت. بما أنه الأجواء صايرة تجنن فطلبت هذا للقهوة العربية أو شاهي عادي، مرة شكلها حلو وما أعرف إذا تحفظ البرودة أو الحرارة كويس أو لا. أكثر شيء كنت متحمسة له الطلبية حقة البانكيك هذه بنات، بالطبيعة مرة تجنن، بس جاتني من هنا كذا بس عادي. منظم الشاي طلبته أكريليك، كان عندي خشبي فحبيت إني أغير. وهنا طلبت فرامة للثوم لونها نفس مطبخي، راح أوريكم. هي منظم الكورن فليكس لأنه أحب كل شيء منظم، فطلبت هذا حلو وصغير يناسب مطبخي. هذا مرة راح يناسبني وجودته تجنن وفي منه أحجام، بس هذا الحجم إنه إحنا بس شخصين بالبيت فمرة يناسبني. أعشق شيء اسمه خشبيات، طلبت هذا بس يعتبر خفيف بس خيالي. وتخيلوا إنه هذه فرشة للطلعات مطبقة جاهزة، مرة حلوة للطلعات والكشتات. أخذت هذه الكوسترات على الصحن، مرة حلوة. هذه اللي ما أستغني عنها ولازم تكون في كل بيت، طلبت معاها هذا أحطه في المطبخ وأعلقها فيصير بس أسحب، مرة تجنن. طلبت هذه للملاعق هنا على الصحن هذا، تنظيف الطوايق. طلبت هالمغناطيس للثلاجة، مرة عجبتني. وبس هذه كلها مشترياتي للمطبخ من شيئين.